السلام عليكم، معكم المعلمة أماني، معلمة اللغة العربية ومسؤولة المرحلة التعليمية من الروضة الأولى إلى الصف الثاني. سوف نتطرق اليوم بإذن الله تعالى عن مهارات متعددة في مادة اللغة العربية في مرحلة الرياض الأطفال، وهي من خلال مثلاً تعليم الصوتيات للحرف، بحيث عنا في مدرسة لي وللبنات نتبع طريقة التعليم للحرف من خلال صوته. دائماً نعلم أطفالنا صوت الحرف واسم الحرف. مثلاً لدينا هنا حرف الباء، نعلم أن هذا هو حرف الباء، ولكن صوته ب ب ب من خلال شكل الشفاه، وأيضاً بعض الحركات المقترنة بهذا الحرف كحركة اليدين أو حركة الوجه، مثلاً مثل باء ب ب ب. ولدينا مثل حرف التاء، أيضاً لدينا صوته ت ت ت ت. والآن لدينا أيضاً الكلمات البصرية، وهي موضوع مهم لطالبات الروضة الأولى والثانية، بحيث تستطيع الطالبات تمييز الكلمات البصرية من خلال رؤيتها في أي مكان، إن كان في الكتاب، إن كان في جريدة، مجلة، بأي مكان. وأيضاً طريقة قراءة الكلمات البصرية من حيث الصوتيات: أ ر آ أرى أرى. أيضا لدينا أعزائي أولياء الأمور الكرام، وهو الموضوع المشوق للأطفال دائما، قراءة القصص. نؤكد دائما على أطفالنا أن طريقة مسك الكتاب أن تكون صحيحة. في اللغة العربية نمسك من اليمين إلى اليسار، نفتح الكتاب من اليمين إلى اليسار، وأيضا ماذا؟ نضع إصبعنا في القراءة على الكلمة، نتتبع الجملة بوضع الإصبع على الكلمة لكي تصبح القراءة لديهم سهلة وسلسة. ممكن جعل القراءة وتعليم القراءة ممتعة ومشوقة لأطفالنا، بحيث ربطها ودمجها مع الواقع، كمثلا عند التمشي في المول، في الشارع، من الممكن رؤية بعض الكلمات وإخبار أطفالنا ما هذا الحرف، ما هذه الكلمة، فتصبح لدى الطفل مفردات لغوية جميلة وأيضا ثرية. والآن لدينا مهارة الكتابة. دائماً نعلم أطفالنا في مدرسة لي وللبنات مسكة القلم أن تكون صحيحة، بحيث يمسك القلم من رأسه بثلاثة أصابع، وأيضاً دائماً نوجه أطفالنا بطريقة الكتابة أن تكون من اليمين إلى اليسار، فهي مختلفة تماماً عن اللغة الإنجليزية من اليسار إلى اليمين. لذلك نوجه أطفالنا بطريقة الكتابة في شكل صحيح. وشكراً أعزائي.